إلقاء السلام، تلقي السلام، تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، تسلم على كل أحد. نعم، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل شيء، أعلى شيء، 30 درجة. نعم. وأنت إذا أنا أسلم عليك لابد أن ترد السلام. نعم، يسلم الصغير على الكبير. 그리고 나이 어린 사람이 나이 많은 사람에게 먼저 인사를 하고. نعم ويسلم إذا أنا أدخل لابد أسلم قبل الدخول. 내부에서 밖에서 내부로 안으로 들어온 사람이 먼저 인사를 한다. ومن تمام السلام المصافحة، لكن يصافح الرجل الرجل، المرأة المرأة، الرجال لا يصافح النساء. 그리고 가능하다면은 악수 인사로 악수로서 인사를 하는 것이 더 좋은데 중요할 것은 남자 남자 여자 여자 악수는 괜찮은데 남녀가 악수하는 것은 그만.